اسهل حاجة في الدنيا هي الشراشيب. بجد بجد الشراشيب اكتر حاجة بسيطة وسهلة. النهاردة ان شاء الله هعرفكم على الشراشيب وانواعها وازاي نعملها. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. النهاردة ان شاء الله هنفهم مع بعض يعني ايه شراشيب وازاي نعملها. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض الشراشيب. طبعا هي مش مشروع بحد ذاته، ولكن حاجة كده مميزة بحطها في قطعة الملابس بتاعتي، فبتخليها فاشون قوي، شكلها شيك، يعني بتديها اناقة كده من نوع ما، كمان بتضيف على القطعة بتاعتي. انواع الشراشيب كتيرة، في منها الكلاسيكي ودي بتكون صغيرة قوي ورفيعة جدا وقصيرة وجنب بعضها كده، فبتديني منظر موحد. في شراشيب تانية زي اللي احنا عملناها كتير قوي في الكوفيات دي، فدي بتكون ضخمة طويلة، وممكن ان انا اخدها على نوع شراشيب تاني وهي شراشيب المكرمية، تكون شكلها مثلث او شكل غرزة النسيج شوية، ودي بتديني اناقة وشياكة كده في شكل الشراشيب، مميزة. ودي عملناها في الكوفية دي وعملناها في الكوفيات دي برضو، ولسه هعملها معاكم في كوفيات تانية، لان هي فعليا مميزة قوي، فاشون قوي. مش مضطرة كمان ان انا اظبط الشراشيب تكون قد بعضها بالمسطرة، بالعكس هتكون عشوائية وشكلها شيك وفاشن. في نوع شراشيب غير كل دول، وهو الشراشيب المجدولة، اللي هي تحس ان هي مش شراشيب قد ما هي حبل مجدول على بعضه، ودي بتتعمل في الشنط، والتانية برضو بتتعمل في الشنط، ولكن دي بتتعمل في الشنط اكتر، وبتتعمل في يد الشنط، وبتتعمل في كوفيات ملابس، بتصلح في حاجات كتير، ولكن هي اكتر استخدام ليها هي في البطاطين، ان انا احطها في بطانية سواء في الاطراف بس او في كل البطانية، ودي بتدي تماسك شوية وبتكون عمرها اطول من الشراشيب اللي هي مفرفطة كده شبه دي. تمام، طبعا هي من نفس النوعية وكل حاجة، ولكن هي بتكون طبعا مجدولة على بعضها، فبتكون مقفلة فمش هيحصل لها اي حاجة. يعني ده حاجة كل اللي هنحتاجه عشان نشتغل حاجة زي كده، هي خيط، وخيط يكون بالزيادة معايا، المقص بتاعي، اي ابرة اسحب بيها الخيط، وطبعا القطعة اللي انا هشتغل عليها. اول حاجة اعملها معاكم وهي الشراشيب الكلاسيك خالص اللي هي مفيهاش اي تفاصيل ولا اي تفصيلة، ودي هعملها معاكم في القطعة دي. دي غرزة الباسكت اللي هي شايفينها دلوقتي، تقدروا تروحوا تتعلموها وتعملوا منها مقالم، بطاطين، قطع ملابس، كوفيات، حاجات كتيرة جدا. هعمل الشراشيب الكلاسيك معاكم بالخيط ده عشان بس تحسوا بالفرق، ولكن هي الشراشيب اغلب الاوقات بتكون بنفس اللون، ولو حبيت اشقرها او اخليها شبه الجنجة شوية ممكن ادخل لون كفتلة صغنطوطة ورفيعة في قلب الشراشيب. اوكي، عشان اعملها وهعمل طبعا عايز اعمل كمية مرة واحدة، فاول حاجة ابص على الاول على الخيط، الخيط بس انا مبايز من الاطراف اهو، فهقص الطرف عشان شغلي يكون نظيف. ومثلا هي الكلاسيك اكتر حاجة بتكون قصيرة مش بتكون طويلة يعني، فكده وايه، وهفضل الف اوكي على ايديا، استكفينا مثلا بكده اوكي، هاجي واروح قصاهم مرة واحدة كده. ودي طريقة اي شراشيب مهما كانت طويلة قوي، نص متر، متر، حتى اقل من كده، هي نفس الطريقة في اي شراشيب هتسمعي عنها. ممكن اخد بقى كولكت على بعضه، ودي مش بتكون الشراشيب الكلاسيك، الشراشيب الكلاسيك بتكون هي واحدة صغنطوطة خالص، فتلة من نفس فتلة الخيط، يعني لو الخيط تخين اللي انت اشتغلتي بيه بيكون هي كمان تخينة، الخيط رفيع بيكون نفس الطريقة، فمفيش اي تفاصيل فيها. بدخل كده بابرتي اسحب، تمام، وكأني هعمل غرزة عشان بس اسرع الاداء، فبطلع منها كده بيكون معايا الشراشيب بالطريقة دي. وطبعا مش بسيب اي غرزة، يعني شايفين الغرز متقاربة من بعضها، ويعني لو الشراشيب طويلة حبتين اهو فتحة اهي، تمام، بطلع بالطريقة دي، هي لون مختلف ولكن على طول ضفت للقطعة اللي قدامي شياكة كده من نوع مختلف. وزي ما انتم شايفين بتكون كلاسيك قوي، شراشيبها نازله بالاسلوب ده، ودي بتكون عاديه جدا.
طبعا دي بيحبها عندي بابا، بيعشق الشراشيب اللي من النوعيه دي وبيستخدمها تقريبا في كل الكوفيات اللي انا بعملها له. فزي ما انتم شايفين الكوب بالمنظر ده، بس لازم لازم بقى مشكلتها الرخمه ان هي لازم تكون متساويه، يعني مش هينفع معاها ان يكون في حاجه طويله وحاجه قصيره، لا لازم بقى ايه كلها تكون متساويه. وطبعا بما ان الشراشيب بتكون هي ضخمه وكتيره، يعني بتكون بالعرض وفيها تفاصيل كتيره، فممكن جدا افرد الشراشيب زي ما انتم شايفين كده وايه، واحط بلاستر فوقيها واقطع بعد كده. طبعا في آلة للشراشيب ان شاء الله هبقى اعرضها لكم في معلومه منتج تعرفكم ايه الآلة اللي بيستخدموها عشان يفردوا الشراشيب ويقدروا يقصوها بتساوي شديد. دي نوع من الشراشيب. في نوع تاني وهي الشراشيب الطويلة، بتكون كولكت كده مع بعضها، ودي عملناها في الكوفية دي وفي الكوفية دي. كل اللي بيحصل ان انا باخد مجموعة كده مع بعضها، سواء ثلاثة سواء ايا يكن الحاجة اللي انا هشتغل عليها، تمام؟ يعني بالطول مثلا ده مقبولة، بعمل منها كمية كده وبعدين بقص، وبنفس الطريقة السابقة ادخل وبعدين ادي الفتحة اهي واطلع منها الشراشيب بالطريقة دي، وكده بتكون بقت ضخمة طويلة وتخينة كده. وفي الوقت نفسه ما ينفعش احطها جنب بعضها، يعني هعمل هنا هسيب شوية وارجع احط في مكان تاني، تكون بعيد عن بعضها طويلة. ودي مودرن شوية عندي، يعني دي كلاسيك قوي، وزي ما انتم شايفين بتديني منظر برضو ايه بسيط ومفهوش، يعني مش فاشون قوي، ولكن بيكون مكمل للمنظر الاساسي، يعني تحس ان هو بيضيف على القطعة الاساسية يبرزها اكتر، ولكن ده بيلفت النظر اكتر للشراشيب منه للقطعة الاساسية. طبعا بدخل كده اخد كولكت اسحب، تمام، بالطريقة دي واطلع واشد، تمام. نيجي بقى لشراشيب المكرمية، بتكون هي نفس اسلوب الشراشيب، بس باخدهم كده كل اتنين جنب بعض، امسك واربط. طبعا الحركة دي ممكن ندخل فيها خرزات، ممكن ندخل فيها اي حاجة ما بين الحاجات دي، ممكن التجميع ده يكون بخرزة وتحتها طبعا بيبقى رباط بسيط عشان بس تثبت الخرزة ما تنزلش يعني من الشراشيب. بتكون زي ما انتم شايفين كده، برجع بعديها ممكن اسيبها زي ما هي كده، او ان انا اخد نص ده اوكي، اللي هي جزء يعتبر من الاتنين اللي اتجمعوا، شوية تانيين اجمعهم كده مع بعض اهو وابتدي برضو اربط. وطبعا ربطة عادية جدا زي اللي احنا عارفينها كلنا تقريبا بنعملها في اي حاجة، برضو باخد كده وارجع اربط، فبتديني منظر حلو قوي وكله اكسات او مثلثات بشكل هندسي كده، بتكون شكلها مميز وانيق. ودي عملناها في الكوفية دي، وتقدروا تروحوا تشوفوا الشراشيب دي، دي شراشيب مكرمية عملناها من الصفر في الكوفية دي وكانت شيك جدا. وهي دي الشراشيب الطويلة. نيجي بقى للشراشيب المجدولة. طبعا الشراشيب المجدولة لازم تكون سميكة، سواء بقى قصيرة سواء طويلة لازم تكون الخيط بتاعها سميك، تمام. ممكن تعمليها في الزوايا بس، ممكن تعمليها فيها كلها، ودي بتاخد كمية خيط ضخمة شوية. طبعا بحاول اسحب وارجع بالطريقة دي وبلاش نشد كده، فاهمني كده اهو، يساعد الغرزة وفي الوقت نفسه هيديها مظهر بالمنظر ده. ممكن اسيبها على كده، بس دي مش هتكون شراشيب مجدولة. الشراشيب المجدولة بمسك كده الشرشوب نفسه من النص وافضل الف. ممكن ان انا بعدها اعمل الحركة دي وامسك واربط واقص، تمام، بتكون بالمنظر ده ملفوفة كده حوالين بعضها ونازلة ايه حتة واحدة. في شراشيب تانية وبرضو بيتقال عليها مجدولة، اللي هي الضفيرة، زي الضفيرة اللي بتعمليها البنوتك، تمام. طبعا لو الخيط موصول بنفكه
بتكون برضو شراشيب مجدولة، ممكن ان انا الفها كده بس هتديني مظهر بسيط خالص اهو. تمام، يا بسيبه كده يا بثبته زي ما ثبتت دي. اوكي، وزي ما انتم شايفين ده بيكون منظره. في كمان شراشيب مجدوله بس مختلفه شويه، ازاي؟ تعالوا نعرف. بصوا، قبل ما اعمل الضفيره بفضل الف كده، بخلي الحبل نفسه يكون مبروم اهو. تمام، وكل الحبال اللي هستخدمها لازم اعمل فيها الحركه دي وبعدين اعمل الضفيره. لو ملاحظين دلوقتي الضفيرة، بما اني ببرم الحبل وانا شغالة، الضفيرة تخينة ومقفولة. حاسين بالفرق؟ اخر نوع شراشيب هنتكلم عنه النهاردة، وهو الشراشيب اللي بتكون في، هقولكوا، عارفين قطعة الستارة، الشراشيب اللي هي بتكون شبه اللي موجودة في الستاير دي، دي بتتعمل في الاطراف بس، بتتعمل كمان اكسسوار سواء حلق او ميدالية او كده. نقدر نعملها في الكوفيات بس بيكون حجمها صغير قوي عشان ما تكونش يعني طاغية على المنظر، لان هي بتكون سميكة جدا. هتشوفوا دلوقتي بعمل ايه. باخد الخيط زي ما انتوا شايفين كده، وبرضه بكون مضحية بالخيط، يعني ده خيط على فكرة مستعمل. بفضل الف كده يجي 20-30-50 مرة على حسب ما انا عايزة القطعة بتاعتي تكون قد ايه تحديدا. يعني كل ما الف اكتر كده على صوابعي، كل ما القطعه بتاعتي هتكون سميكه والجزء بتاعها ده كتير. تمام، وهاجي اقطع فتله بالطريقه دي، ادخل. تمام، وهعمل لها زي عقده كده. العقده دي يعني فيما بعد احنا بنحط فيها يا اما القطعه بتاعه الحلق يا اما الكوفيه، يعني انتوا ومزاج. تمام اهو، وبعدين بقى بعمل كده، واجيب برضو الخيط. شايفين طبعا كل ما الف اكتر برضو بتديها شياكه وبتخليها محدده. ادي البدايه اللي كنت شايلها على جنب، امسك دي ودي وهربطهم مع بعض. تمام، بالمنظر ده. بعدين عشان اساوي، طبعا اي خيط طالع بالمنظر ده لازم اقصه، وهاجي على الاطراف واروح قصها. فوالا، شرشيب شكلها كيوت قوي وبتكون مميزه كده. ودي بقى ايه، لما بتتحط في الكوفيات بتكون رايحه جايه، ولو اتحطت في بطانيه بتتحط في الاطراف، تتحط كلها. بس لو حطت كلها لازم تكون بعيده عن بعضها وحجمها مش اوفر قوي. لو اوفر قوي لازم قطعه البطانيه تكون ضخمه شويتين، يعني بتكلمش في بطانيه بيبي مثلا واجي احط لها حاجه زي القطعه دي وتكون كبيره، لا، بطانيه كبار مثلا، مش بطانيه بيبي. بطانيه بيبي مثلا تكون من الاربع اطراف وبس، اللي هي شبيهه شويه ببطانيه سندباد او سجاده سندباد. تمام، طبعا باخدها وبسحب وعلى طول برتفع سلسله فهي بتقفل معايا، وعشان يكون في ضمانه اكتر بدخل الطرف ده كتنظيف. احيانا بيكون بنفس اللون واحيانا لا. فوالا، وادي الشرشيب. ابسط حاجه في الدنيا هي الشرشيب فعليا، انت اللي بتسيبي خيالك وابداعك يوصلك للي انت عايزاه. شرشيب في منها الكلاسيك زي ما عملنا، وفي منها الطويل اللي هو شويه مودرن وشكله فاشون، وده مش كل الناس بتعمله. عشان لو هستعمل القطعه دي يوميا وبالطول ده، في ناس كتيره بتتلخم من موضوع الشرشيب من اصله. وفي الشرشيب المجدوله، ودي قلنا نوعين، زي ما بتشوفوها بالمنظر ده او بتشوفوها شبه الضفيره. ولو ضفيره ومبرومه قوي كده بتكون الشرشيب بتاعتها جامده، منهم اللي بيتحط في الاطراف، ومنهم اللي بيتحط زي ما انتوا شايفين، ومنهم اللي هو شبه البندول كده رايح جاي، منهم كمان شراشيب اللي هي الطويله زي كده، او شراشيب المكرميه اللي هتلاقوها متجمعه مثلثات جنب بعضها ومكونه شكل هندسي زي ما انتم شايفين، وهتلاقوها كمان في الكوفيه دي. فيديو بسيط سريع بيتكلم عن حاجه فعليا ممكن نستخدمها في قطع ملابس كتيرة. انا عملتها في كوفيات، عملتها في البلوزة دي، عملتها في حاجات ياما ولسه بستخدمها ولسه بعملها، من اول الكلاسيك لحد المودرن لحد المجدول، كلهم بيصلحوا. ولكن المشروع اللي هستخدمه فيهم ده يرجع لك ويرجع للقطعة وخيالك وابداعك الشخصي. كده نكون خلصنا النهاردة، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومعلومة جديدة. ما تنسوش اللايك والشير، وتابعوني على الانستا وعلى الفيس لو حابين. مع السلامة، باي.